صلى عليه وسيدنا ابراهيم صلى عليه قطعا مش بقوتنا ولا بعزمنا اجتثناهم واقتلعناهم بمعيه هالنشابه مش بقوتنا بقوه الله تعالى طلعوا وانقلعوا الملاعين اجتثاث التمدد الشيعي الايراني بالمنطقه اللي صار لنا فتره احنا زمان عم نندل ونحذر يا مشايخنا يا عقالنا يا كبريتنا احذروا ما يدار داخل أقبيات المخابرات معروف شو عم يصير بالجبل الحمد لله فتحت النشامة شافت الحق وشافت الحقيقة وعرفت مين عم يكافح الشبه والمخدرات الحقيقي أهلا وسهلا والله محييكم بنرد على خينا هوني يا أخوانا تبعية هالنشامة شروالكم بتبعية أهل الشهداء وكل واحد انجرح وبتبعية النشامة اللي شرد نحن مش شغلتنا نمثل بجثث ونقتل ونشوه إلا لسه في صفحات كثيرة عم تكتب اليوم على الفيس يا خيي حرام شو عملتوا مش عم نهدد ومش عم نرخص بدم اللي راحوا ومش عم نرخص بدم قرايبنا بيت بفخر يا مشايخنا الستي اللي راحوا على دوار المشرقة نحن حضرنا على اعترافات ناس منا امثال رائد كمال الدين اللي قوس على قريبنا بيت الجرماني والمرأة تتدخل عليه وهو يقوس قتل ازاي واللي قتل مجد العيم واللي قتل سلطان العيم واللي قتل مجد جربوع واللي قتل يزن كشور واللي شال جمر وحط بحضن ويام ظريفي يا مشايخ اللي ماتت واحد منهم عمار الحرفوش اعترف بعظمة لسانه أنا بدي دين بيت الحرفوش عمار الحرفوش بعظمة لسانه قال أنا قوست الشيخ في رأس مطرد اللي لابس حطة بيضة ثلاث قدره تبعية النشامة كانوا شاهدين على الحفل كيف حديه هن اللي قوسوه يا أخواننا اللي فطسوا على دوار المشنقة مبتليين بدم أهلنا وقرايبنا والشهداء نحن مش عم نلعب يا أخواننا مش هذا حرام وسامر الحكيم مش حرام سامر الحكيم ما قتل الدروز يا عمي مش هذا حرام والثماني اللي اخذهم سامر اللي اخذوهم من خازمي مش حرام اللي طلع له عينه لابن زين الدين بس بخافي من الله اللي بيطالب اسمعونا وحب علي هالحكي يوصل للجبل كله الشيخ العقل ومشايخ الجبل قالت اجتثاث عصابة الارهابي راجي فرحوت اجتثاثه يعني مطروش دم على جبل ما حدا بيحمل دمه واذا مش خارج الجبل يحمل حمل نحن حاملين باذن الله مش بعدين الله تعالى يا اخواننا يا قرايبنا العيلي او اللي بدي بسمع انه عم يطالب بدم واحد فيهم بدنا نفوت نجيبه من البيت لانه اللي اولادنا دمهم بعد ما نشف دمنا اولادهم بعد ما نشف دمنا بعد ما نشف دمنا بالاراضي بدها مخافي من وجه الله تعالى واللي ماتوا ما ماتوش ظلم نحن تبعية هالنشامة بدنا نسلمكن أولادكن اللي ما إلهم علاقة بشيء هذول الجماعة كانوا يكنسوا يمسحوا ويطعموا أجلكن الله خيل وكلاب هذول ما بتقدر تحسبوا هذا باللي قتل نحن عم نحمل الدم لأهل الجبل دم ما تروش على الجبل إذا مش خارج أهل الجبل والعيال اللي راحتها شهداء مش خارج تحمل دم نحن حملين قول الله تعالى نحن حملين حمل الطائفة بإذن الله تبعية هالنشامة أهلا وسهلا والله محييكم وامشوا باللي جيتوا فيه حياكم الله أهلا وسهلا اللي عندنا تحملونا كثير في فتنة اليوم عم تحملنا دم يا خي ليس بلعوز أنا فزعت مثلي مثل أي واحد بالجبل ما قعدت ببيتي تبعية هالسباع ودمنا بعضه بالأرض كثير مطالبي يا خي حرام فتني يعني بكرة تعلق راجل الحوت خطي يا خي حرام راجل الحوت يتعلق الخنزير الملعون اللي عض على عرضه واللي خلى النسوان يتعدوا على النسوان يا مشايخ اللي كانوا على مفرق النقل بدي اياهم واحد واحد
بدي نتكلم عن مفرط النقل، مش راح اقعد اجيب واحد واحد. بقول الله تعالى دعوه سعى الطواقي يا مشايخ، ودعوه سعى زي الدين على شباب علي بيت الشبلي وبيت عزام، يمكن معاش دعوه سعى زي الدين. بدي موقف تبعيتكم، تبعيه الشام، مش عم نتعدى ومش عم نظلم. بدي موقف، وحضراتكم صاحبين موقف معروف بالجبل وموصوفين. اهلا وسهلا، والله محييكم، والله يرحم الشهداء اللي راحت، حياكم الله جميعا.